هذا يقول أن رجل معتمر ولما فرغ من السعي وجد رجلا معه مقص فقص له شعره، قص له شعره، وعند رجوعه إلى الفندق قال له بعض الإخوة: هذا لا تجوز. كيف لا تجوز؟ ما دام أنه قص شعره حصل المقصود، ما دام أنه قص شعره أمر الرجل اللي معه المقص وقص شعره بإذنه ناوي التحلل من العمرة هذا يكفي، لكن ما يقص بعض الرأس، يترك يعمم الرأس بالقص، فإذا كان ما استكمله يكمله، يعيد ملابس الإحرام ويكمل رأسه.